كبرت ثم معنا بالكفر. تعرفوا الكواليس كبادي في الحارة تفهموا بالعنف. ماشي ركاي يسمون باي قنتي الكف. ماشي وحداني تسيو لافالي والراية تفرق. ثم ماشي تعبيف ثم معنا بالكف. تعرفوا الكواليس كبادي في الحارة تفهموا بالعنف. ماشي ركاي يسمون باي قنتي الكف. ماشي وحداني تسيو لافالي والراية تفرق. ثم ماشي تعبير ثم معنا بالكف. نعرف الكواليس كبادي في الحارة تفهموا بالعنف. ماشي ركاي يسمون باي قنتي الكف. ماشي وحداني تسيو لافامي والراية تفرق. ثم ماشي تعبير ثم معنا بالكف. نعرف الكواليس كبادي في الحارة تفهموا بالعنف. ماشي ركاي يسمون باي قنتي الكف. ماشي وحداني تسيو لافامي والراية تفرق. وينو ثم ماشي تعبير.